احنا زي ما انت شايف قاعدين في المدارس، لا نزل متاحف ولا تنيلنا، فليش هم بيعملوا فينا هيك؟ ما كفاهمش اللي سووه فينا، ذبحوا اولادنا، خلونا فطفيت. طب احنا قاعدين في امان الله وقاعدين في الملاجئ، زي ما بقول لك روح على الملاجئ، طب وليش بيعملوا فينا زي هيك واحنا في الملاجئ؟ مش ملاجئ، وين الأونروا؟ وين الأونروا؟ ما تقول لهم ليش بتعملوا زي هيك فينا؟ ما حدش بيتكلم، ولا حدا بيرفع عنا الظلم اللي احنا فيه. ولا حدا، وين الدول العربية؟ وينها؟ يعني مش قادرين كل يوم بيجتمعوا على الفاضي؟ كل يوم على الفاضي؟ طب يلزمهم يقولوا خلص مكفي، ولا واحد قادر يقول لنتنياهو خلص مكفي؟ قاعدين هنا بالجوع، قاعدين بالغلب، يرحمونا من اللي احنا فيه. يعني هل الاحتلال بيستهدف الاماكن الامنه؟ طبعا، ما هي موجود، مش هذا ملجا، مش تابع للأونروا. احنا التجأنا للملاجئ، احنا سيبنا دورنا وحالنا وجينا هنا للجوع عشان نقعد في الملاجئ نحمي ارواح اولادنا الصغار. ايش ذنب الصغار هذول هيك يصير فيهم؟